إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أتممنا ولله الحمد والمنة ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا أن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات، وابقى معنا في الصلاة مبطلات الصلاة. من يذكر لي مبطلات الصلاة؟ نعم. الكفر، الردة. طيب اترك ال قبل ان نذكر مبطلات الصلاة نريد ان نبين ان الحركات في الصلاة خمسة، الحركات في الصلاة خمس حركات. حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. حركة محرمة، مكروهة، مباحة، مستحبة، وواجبة. الحركة المحرمة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. الأكل، الشرب، الضحك، الالتفات الكثير عن القبلة، هذه حركة لغير حاجة وكثيرة. مثال الآن يدق الجوال فيخرج الجوال من جيبه وينظر في الرقم، أو يفتح الرسائل وينظر في هذا الاتصال وكذا، يقول سبحان الله هذا ما يعرف ان هذا وقت صلاة يتصل علي هذا هنا. والله يصنع بعض الناس هذا، انه يخرج ويفتح الرسائل يقرأ فيها. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، تنظر اليه تعتقد انه غير مصلي من كثرة ما يتحرك في الصلاة. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. كذلك الضحك، الأكل والشرب ما يمكن في الصلاة يأكل ويشرب. التفات الكثير عن القبلة كذلك، هذه حركة محرمة. الثاني حركة مكروهة هي الحركة القليلة غير الكثيرة لكن لغير حاجة. إذن إذا كانت حركة قليلة لغير حاجة فهي مكروهة، حركة كثيرة لغير حاجة فهي محرمة. أما الحركة التي تكون لحاجة فهي جائزة. مثاله دق الجوال، تقدم دق الجوال في جيبه، ماذا يصنع؟ بأدنى حركة يدخل يده في جيبه ويغلق الجوال، هذه حركة مباحة جائزة. وهو يصلي سقط من جيب شيء من النقود أو من الأوراق وخاف عليها من الضياع أو السرقة، فأخذ هذه النقود وضعها في جيبه، يصح؟ حركة جائزة. حركة مستحبة مثل سد الفرج. حركة واجبة، وجد أو نزل شيء على طاقيته مثلا أو على غترته وكان هذا الشيء نجس، فماذا يصنع؟ لابد من الحركة الواجبة، يحمل هذه الطاقية ووضعها جانبا، لأن الصلاة لابد فيها من رفع، لابد فيها من إزالة النجاسة. إذن هذه الحركات الخمس. من يذكر لي مبطلات الصلاة الآن؟ مبطلات الصلاة. نعم. أولا الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة.
الكلام العمد مع العلم والذكر، يتكلم متعمدا عالما ذاكرا. نعم، نقض الوضوء، كلام العمد مع العلم والذكر، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، الأكل والشرب، خلاص ذكرنا الكلام وذكرنا الحركة والأكل والشرب والضحك وانتقاض الطهارة. شيخ، الابتسامة في الصلاة، انتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة، وما أنت بأول سائر غره قمره، كل واحد منا يخرج منه ريح، فإذا خرج منك ريح ماذا تصنع؟ تكمل الصلاة؟ لا يمكن، تخاف من الله، تقدم الخوف من الله على الخوف من كل أحد، تخرج تتوضأ وترجع. طيب، أيضا أخذنا ما يتعلق بشروط وفروض الوضوء، نواقض الوضوء، ما هي نواقض الوضوء؟ نعم، الخارج من السبيلين مطلقا، كل خارج من السبيلين هو ناقض الوضوء، بول وغائط وريح ودود وحصى ودم ومني ومذي وودي وحيض ونفاس، كل خارج من السبيل ناقض للوضوء. اصبر يا أخي، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر، زوال العقل ناقض الوضوء، نوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. في الحقيقة النوم غير ناقض الوضوء، لكن هو مظنة لخروج الريح. فننظر، هذا الأخ وهو جالس هنا الآن غلب شيء من النعاس، فهل انتقض وضوء أم لا؟ ننظر، نقول هل تشعر بنفسك أنه لم يخرج منك شيء؟ قال نعم، وأنا أسمع للدرس لكن يعني جاءني شيء من النعاس، فهذا لم ينتقض وضوء، لكن هذا قال لم أشعر بشيء، فنقول هنا إذن العبرة بالإحساس والشعور. إذن الثاني زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. نعم، بعد أكل لحم الجزور خاصة، فلو أكل لحم دجاج لحم غنم هذا غير ناقض، لحم جزور ناقض الوضوء. نعم، جزور إبل. نعم، لا لا، ما حد يتكلم، إنا لله، يعني لا أحد يتكلم حتى ننتهي من الدرس. نعم، بعد هذا نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، الردة مبطلة لكل الأعمال، فتح الله عليك. نعم، وغيره من نواقض الوضوء. لا، أترك التوضيح. نعم، مس الفرج بشكل، مس الفرج الصحيح الذي يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مس الفرج غير ناقض الوضوء، لكن إن خرج شيء فالناقض أصبح هو الخارج من السبيلين. نعم، فمس الفرج يرجح شيخ الإسلام أنه غير ناقض للوضوء، وإن توضأ فهذا أمر مستحب. نعم، كذلك الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين، يعني مثاله الآن لديه فتحة في البطن بعد العملية يخرج منها أكرمكم الله البول أو البراز، هذا ناقض، لكن إن كان لديه جرح ويخرج منه قيح وصديد هذا غير ناقض للوضوء. طيب، يبقى معنا مسائل تتعلق ب الصلاة على الميت، الصلاة على الجنائز. أولا
النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الصلاة على الميت يكبر التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم بعد الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد الثالثة يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، وهذا الأولى، وإن لم يحفظ شيء يدعو بما تيسر، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم تسليمة أو تسليمتين، وإن كبر زاد الخامسة أو قطع على 7 تكبيرات 9 تكبيرات يصح، لو زاد سورة بعد الفاتحة كذلك يصح. هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا. كذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتجهيز الميت وكذلك تكفين الميت والصلاة عليه ذكرنا. بالنسبة للتغسيل والتكفين هذا يعني في الأصل لابد أن يكون في درس عملي، لأنه مهما شرح هذا الأمر نظريا يبقى فيه إشكال حتى يشرح شرح عملي، ولعلنا إن شاء الله تعالى في دورة قادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لي ولكم نشرح إن شاء الله تعالى ما تبقى من يعني تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. الصلاة عليه ذكرنا. الآن عندنا الزيارات للقبور تنقسم إلى 3 أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. الزيارة الشرعية لابد فيها من شروط: أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الثاني أن لا يشد إليها الرحل، يعني لا يسافر لزيارة القبور، لأنه لا تشد بحال إلا إلى 3 مساجد تشد إلى هذه المساجد فقط. كذلك أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى دعاء الأموات فهذه زيارة شركية بل شرك أكبر، وإن نوى دعاء الله لكن عند القبور فهذه زيارة بدعية. هذه الزيارات على أقسامها 3: زيارة شرعية، وزيارة شركية، وزيارة بدعية. ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية. ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بقضاء الحاجة، بقي معنا أمر وهو هل يجمع بين الماء والمناديل أو الاستنجاء والاستجمار الماء والحجارة. الفقهاء رحمهم الله بعضهم يذكر أنه يجمع لكن ليس من باب التعبد، لكن هذا من باب التنزه عن أن يمس النجاسة بيده. فماذا يصنع؟ يستعمل أولا المناديل في الغائط هذا حتى يخفف أثر النجاسة، ثم بعد هذا يستعمل الماء، وهذا أبلغ في النظافة وتنزيه اليد عن مماسة النجاسة مباشرة. طيب بعد هذا من الآداب والأخلاق نريد أن نذكر شيء من آداب الطعام. أولا ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا بد من التسمية، والتسمية تجعل البركة تحل في الطعام وتبعد الشيطان من الأكل، من أن يشاركك في الأكل. يسمي، يأكل بيمينه، يأكل مما يليه، يأكل مما يليه، يعني لا يتقدم ويأكل من أمام الذي يأكل معه، إلا إذا كان الطعام أصناف. تعرف أحيانا بعض الأطعمة كان يكون صحن يعني فيه أنواع من السلطة مثلا، فالسلطة هنا أنواع، فهل يصح أن أتعدى إلى نوع آخر؟ لا إشكال، لكن دون أن يتعدى في هذا النوع إلى ما يقابل الآخر. لكن إذا كان الصحن نوع واحد رز مثلا فيأكل مما يليه ولا يتعدى. طيب
يحمد الله سبحانه وتعالى عند الفراغ من الطعام، لأن حمد الله سبحانه وتعالى موجب لبقاء النعمة. إن نسي التسمية في أول الطعام ماذا يصنع؟ يسمي متى تذكر، بسم الله أوله وآخره. ذكرنا ما يتعلق بالأكل باليد اليمنى، وأن الأكل باليد اليسرى كبيرة من كبائر الذنوب، في الأكل وفي الشرب، حتى وإن كان لديه يعني قطعة من خبز أو كذا وباليد الأخرى يعني العصير أو كذا، قلنا لا يأكل ولا يشرب إلا باليمنى. هذا ما يتعلق بشيء من آداب الطعام. كذلك الشراب، يشرب بيمينه، يسمي ويحمد الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالعطاس، نعم، من يذكر لي؟ نعم، طيب، أولا إذا عطس يحمد الله، يقول الحمد لله. ومن حق المسلم على المسلم ست، على ما ذكر، فتح الله عليك، تقول له يرحمك الله فيجيب، يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، كذلك إفشاء السلام، إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يسلم ورد السلام. نعم، البشاشة، بعض الإخوة يعني يشتكي من يعني يقول التفرق وكذا، لأننا لم نتعاطى الأسباب الشرعية. السلام، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم. وكذلك البشاشة وحسن الجوار، حسن الجوار. الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، جار مسلم قريب، هذا الأول، جار مسلم وقريب، له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. الجار الثاني جار مسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. الثالث جار لكن غير مسلم، فهذا له حق واحد وهو حق الجوار. وبهذا نعلم أن الدين الإسلامي فيه سعادة العباد. نعم، فكيف نتعامل مع الكفار؟ جار وكافر، تؤذيه، تسد عليه الطريق؟ لا. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الجيران ثلاثة: جار مسلم وقريب وجار، له ثلاث حقوق. وجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار كافر له حق الجوار. نعم، طيب، كذلك ما يتعلق بآداب دخول المسجد، ذكرنا شيء منها في الدرس الماضي، أنه يتطهر في بيته ويمشي إلى المسجد بسكينة ووقار، ويبكر. إذا دخل إلى المسجد يبدأ باليمنى، يقدم اليمنى ويقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل المسجد، إذا كان الإمام يصلي ماذا يصنع؟ يدخل مع الإمام في الهيئة التي وجد الإمام عليها، راكع راكع، ساجد ساجد، جالس في التشهد يجلس. نعم، بعض الناس هدانا الله إياه إذا وجد الإمام في التشهد لا يدخل مع الإمام، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أدركتم فصلوا. نعم، طيب، أي حالة تدرك عليها الإمام تدخل معه. إذا أدركت الإمام حال القيام أو حال الركوع تعتبر لك هذه ركعة. نعم، فأمر يعني ينبغي التنبيه عليه، وهو المحافظة على صلاة الجماعة. أي جماعة؟ الجماعة الأولى. نعم، لأن هذه المقصودة في الأحاديث. بعض الناس هدانا الله إياه يتعمد دائما أنه يتأخر ويقيم جماعة ثانية، وفي الغالب
لو تبحث هذا في بعض المساجد تجد أن الجماعة الثانية في الغالب لا تتغير. نعم في الغالب أن اللي تأخر دائما تأخر. مثاله أنت الآن في الوظيفة، في أناس لا يتأخر عظيفة دائما، صحيح؟ وفي أناس يعني دائما يتأخر ودائما يحصل له تقصير، هذا ما يتغير. وكذلك الجماعة الثانية، حتى عندنا رجل يعني عرف بأنه إمام، لكن إمام للجماعة الثانية، معروف هذا إمام الجماعة الثانية، دائما في الجماعة الثانية وهو إمام لهم، حتى أصبح إمام لهم. فماذا تصنع؟ يعني اليوم كان يسألني بعد الإخوة، يقول يعني أنا أريد أن أزداد في الطاعة وأترك المعاصي وكذا، ماذا أصنع؟ تصنع تلتجئ إلى الله، تصنع ذكر حل الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية، تكثر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي النتيجة؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أكثر من الاستغفار تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بإذن الله. هذا ما يتعلق بشيء من أداب المسجد. المسجد مساجد هذه بيوت لله، لا يصح البيع والشراء فيها إطلاقا. نعم رأينا إنسان يبيع ويشتري في المسجد، قال في الحديث قال تقول له لا أربح الله تجارتك لكن لا تخاطب بعيني. يعني مثاله الآن، مثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، قال لعنهن فإنهن ملعونات. انتبه، لأنه بعض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فإنهن ملعونات، تلعنها دون أن تسمع، ما تقول لها الله يلعنك يا ملعونة، ما يصح، قد يحصل إشكال. وكذلك لا تلعنها بعينها، تلعن على وجه العموم دون أن تسمعها، تقول اللهم لعن كل سافرة على وجه العموم دون أن تسمع، لأن لم تؤمر في الحديث باسماع هذه المرأة. أو تقرأ عليه الحديث تقول يا أمة الله اتق الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعنهم. نعم كذلك رأيت إنسان يبيع ويشتري في المسجد، تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، تقرأ عليه الحديث. نعم طيب، لا بيع ولا شراء. موسيقى الآن، البعض يقول أنه استطاع أعداء الإسلام إدخال الموسيقى إلى بيوت الله. يا أخي غير الموسيقى، أو مجرد أن تدخل ضع الجوال على الصامت. لكن عندنا إشكال عجيب ذكرته لكم فيما تقدم، أنه بعض الناس يعني ينسى. نعم، فتجد الناس بعد الصلاة يكاد يقتلوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قام رجل أعرابي وبال في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس أرادوا أن يزجروه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، لأنه قد عندما يأتيه الناس قد يحصل له حصر بول، قد يقوم وينتشر البول في بقية المسجد. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارحمني ومحمدا عليه الصلاة ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد تحجرت واسعا. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال في صحيح مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس رجل في القوم وهو يصلي، فقال له هذا معاوية بن الحكم، معاوية بن الحكم غير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن جميع الصحابة، قال فعطس رجل في القوم فقلت له يرحمك الله، فنظر إلي
القوم يسكتونني لكني ما سكت، فقلت واثك لأمي ما لكم تنظرون إلي هذا وهو يصلي، فأخذوا يضربون على أفخادهم يعني أسكت، ولكنني سكت. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، أقل ما تفعل اليوم أنه لو تسمع كذا تنظر إلي صح؟ قال فوالله ما زجرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. تعليم، حسن التعليم، الأدب، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذ لم تعط طاعة. هناك فرق بين النصيحة والتعيير بين الناس. فلما رأى معاوية بن الحكم رضي الله عنه هذا الخلق وهذا حسن التعليم، قال يا رسول الله، في الأول خائف، الآن اطمأن وأخذ يتكلم، فقال يا رسول الله، أخذ يعتذر، قال إنا كنا في جاهلية وأتانا الله بهذا الإسلام. إن منا أقوام يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم. قال إن منا أقوام يتطيرون، يعني يتشاءم. قال فلا يصدنكم، يعني لا يصدك هذا أنك ترى ما ترى أو تسمع ما تسمع، لأنه بعض الناس هدانا الله إياه يتطير، والتطير حال المشرك والمنافق، المؤمن دائما متفائل. قال إن منا قوم يخطون. ثم قال إن لي جارية ترعى غنما لي في أحد، فأضاعت شاة لي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فلطمتها لطمة، ضرب الجارية، وعلي عتق رقبة، أفأعتقها؟ قال لا، ائتني بها. فجاء بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. أنت الآن عندما تسجد ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. عندما تدعو تقول يا رب. يأتيك الفقير قال أعطني مما أعطاك الله، تقول الله يعطيك، صحيح؟ لا إله إلا الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمن على عرش استوى. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، عرفت ربها وعرفت النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب إخواننا أن نكون أمة واحدة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على ما توجب الشريعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ترى من أخيك شيء تنصح بالتي أحسن، قد يكون هذا يعني الذي يعني مثلا على معصية أو كذا هو حالك أنت قبل فترة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعم الآن يا إخوان استقامتنا والمحافظة على الصلوات وعلى الدروس والصيام وغيره والله ليس بأيدينا، هذا من توفيق الله، تحمد الله سبحانه وتعالى. هل معنى هذا تسكت عن المنكر؟ لا، لكن تغير المنكر على ما توجب الشريعة، لأنه قد تنكر المنكر بمنكر أكبر. نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده حلقة من صفر أي من نحاس، قال ما هذه؟ ما قال أنت تفعلت فعل. قال ما هذه؟ سأل، وهو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حلقة من صفر لا تجوز. قال من الواهنة،
يعني مثل الروماتيزم، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فأنت تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر في أن المسلم يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. بعض الناس يقول والله أنا لا أستطيع على صيام النفل ولا أستطيع على قيام الليل. نقول حسن الخلق، بحسن الخلق يحصل لك درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام، والحمد لله. الكلمة خارجة منك خارجة، اجعلها تخرج كلمة طيبة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أو حسن. أحسن، أحسن ما عندك ماذا تصنع به؟ تتكلم به مع غيرك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. حسن خلق. ثم ما نذكر أيضا ما يتعلق بأمور الصدق. يصدق مع من؟ يصدق أولا مع الله، ثم يصدق مع عباد الله. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى، يعني يحرص دائما لا يتكلم إلا بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به حتى يكتب عند الله صديقا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين مرتبة. والكذب نسأل الله السلامة والعافية يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. الأمانة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. البعض يقول أنا ألعب على هؤلاء الكفار وأكل أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالأمين. نعم، فما يمكن كيف تريد يدخل في الإسلام ويعرف أن هذا الإسلام دين كذا. يا أخواننا، أنت تعرف أن المسلم لديه وازع ديني. تنقطع الكهرباء الآن لا يتغير شيء، صح؟ انقطعت الكهرباء في نيويورك مدة 4 ساعات، سجلت الحكومة سرقات لم تسجل في سنة، لأن الوازع ليس وازع ديني، وازع من أجل، لكن المسلم لديه وازع ديني، لو يرى المال أمامه ما يأخذ منه شيء. هذا المسلم، مسلم حقا. الأمانة كذلك، التنزه والعفاف عن كل ما حرم الله. مسائل يعني تذكر في ما عليه الشباب. الشاب الآن المسلم إن استطاع النكاح تزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب إذا ما استطاع ماذا يصنع؟ يصنع أمور ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكرت في الكتاب. منها أول شيء يخلص لله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. الصيام يصوم لأن الصيام يضيق مجال الشيطان، ومنه تقليل الطعام والشراب، لا يكثر من الأكل والشرب. يدعو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يلتجئ إلى الله. تظن أن الله يضيعه؟ لا. أيضا يبتعد عن الوحدة، يعني ما يكون وحده، لأنه في الغالب متى يسيطر عليك إبليس؟ إذا كنت وحدك. أي نعم،
يبتعد عن الوحدة، يزور القبور، لأنه لو زار القبور تذكر الآخرة. كذلك أصحاب السوء يبتعد عنهم. أنت تعرف أن بعض الناس إذا مشى مع فلان طالب علم ما ينظر ولا يصنع شيء، وإذا مشى مع فلان نعم أصحاب الصاحب ساحب، أي نعم، إما للخير أو إلى الشر. كذلك يتذكر، مهم جدا، يتذكر أن الزنا دين، من يزني يزنى به ولو بجداره، لو كنت يا هذا لبيبا فاعلمي. أي نعم، تنتبه، نعم، كما تدين تدان. ثم لابد أن تعلم أن من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. كذلك تتذكر أن الله سبحانه وتعالى أعد لك حور عين، نعم، تبيع هذه الحور العين التي لا تحيض ولا نفاس ولا غل ولا كذب ولا حقد ولا خيانة بحور الطين، لا، تتذكر ما عند الله، نسأل الله من فضله. أي نعم. طيب، وغير هذا من مسائل يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في شاب وشاب نشأ في طاعة الله. هذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا. أي نعم، تدعو الله، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كذلك يعني ما يتعلق بمسائل، مسائل عندنا تكثر يعني مثلا السؤال عنها. أخواننا إشكال، هذا كم مرة ننبه على هذه المسألة؟ نحن كلنا لسنا أهل للفتوى، فإذا اختلفنا في مسائل ماذا نصنع؟ نحكم الشريعة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط الإيمان بالله واليوم الآخر الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة. لكن نحن لسنا بعلماء، ماذا نصنع؟ نرجع للعلماء نستفتيهم. أي عالم، بعض الناس قال ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم، أي واحد يسأل، والله موجود. لا يا أخي، خاصة ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بكذا بأمور، تبحث عن إمام عالم تثق بدينه وعلمه وتستفتيه، خاصة في المسائل التي اختلف فيها يعني اليوم بعض الشباب. فلا يمكن أن هذه المسائل يعني تترك هكذا دون سؤال دون كذا. تدعو الله، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أو تقول اللهم اهدني وسددني. نعم، تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. المحافظة على الصلوات الخمسة المفروضة. إخواننا، الأجر على قدر المشقة. الآن يشق صحيح صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن تؤجر يا أخي، والله سبحانه أراد أن يكتب لكم الأجر. ماذا تريد؟ سأل الله يكتب لنا ولكم يا رب وتقبل منا. تدعو الله مثلا في الصلوات، تنام مبكر، تضع المنبه، تدعو الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أيضا يعني ما يتعلق بالتعامل مع الكفار، ذكرنا أن التعامل شيء والدعوة إلى الله شيء والبراءة من الشرك وأهل الشيء آخر. أنت الآن والله يعني لابد أن تكون لكم يا أخواننا يعني في هذه البلدان تكون لكم يعني غرس، تستطيع أن تدعو إلى الله بكتاب
برسالة بفعل أحيانا، وهذا يكون لكم أجور عند الله سبحانه وتعالى. نسلم على يديك أناس وتعلمهم الإسلام، وذكرنا لكم أنه أحيانا يكون الفعل أبلغ من القول، وأنه البعض يسلم على شيء يسير. فأنتم الآن سفراء صدق والله تمثلوا الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلكم. أيضا ما يتعلق بالصيام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وإياكم. رمضان تحرص في هذا الشهر على الصيام، وهو فرض ولا يمكن أن يترك، والقيام وقراءة القرآن. فهذا الشهر شهر مبارك. إن كان يعني البعض يقول أنه يعني طيلة النهار وكذا، سبحان الله، الله سبحانه أراد أن يكتب لكم الأجر. وبعض الناس أنا أسأله كيف يعني في رمضان، قال والله الحمد لله نحن في نعمة، الجو بارد وأمور ميسرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. ما يتعلق بالصغار الذين دون البلوغ، الذين دون البلوغ لا يجب عليهم الصيام، الصيام يجب على البالغ. أما الصغير لا يجب عليه الصلاة الصيام، لكن تعودوا على الصيام، وإذا شق عليه تجعله يفطر. كذلك الآن إذا بلغ مثلا ولد من الأولاد تلزمه بالصيام ولا بد، طيب سقط في وسط النهار وما استطاع القيام، تتركه حتى يموت؟ لا، هنا الآن مريض يفطر ثم يقضي بعد هذا. نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، لكن لا تتتبع الرخص، إن ثبتت الرخصة تأخذ بها، وهذا أمر يحبه الله. يذكر العلماء أيضا ما يتعلق بالسفر في رمضان، هل الأولى للمسافر في رمضان أن يصوم أو يفطر؟ الأولى أن يصوم ما لم يشق عليه. لماذا؟ لأنه يدرك فضيلة الشهر ويدرك الصيام مع الناس، والصيام مع الناس سهل. أنا لو أقول له هذا تستطيع أن تصوم شهر كامل؟ يقول لا أستطيع، لكن مع الناس يصوم. وأيضا يعني لو أنا تعرف أن البعض دائما يسافر، فلو ترك صيام رمضان تتراكم عليه الأيام ولا يستطيع أن يؤديها أحيانا، كما يعني تسمع من بعض الناس. فالأولى أن تقدم إلا إذا كان يشق عليك فتفطر، ثم بعد هذا تقضي. مجرد أن تسمع بدخول الشهر تنوى الصيام. نعم، لأن صيام شهر رمضان لابد فيه من النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. كذلك ما يتعلق بأمور تتكرر في اليوم والليلة، أذكار الصباح، البعض يشتكي يقول عندنا إشكالات، يأتيني قلق كذا كذا. لماذا؟ لأننا نفرط في أذكار الصباح والمساء والأذكار أدبار الصلوات وأذكار دخول المنزل وما إلى ذلك. فالمحافظة على هذه الأذكار، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، تحافظ على السنن الرواتب. السنن الرواتب عندنا، ما الفائدة من السنن الرواتب؟ الفائدة من السنن الرواتب، السنن الرواتب تسد الخلل الذي يكون أين؟ في الفرائض. والذي يحافظ على الرواتب هذا لا يضيع الفرائض، لكن الذي يحافظ على الفرائض فقط الفرائض في خطر. ما هي السنن الرواتب؟ من يعرفها يعدها لي. بسم الله، ركعتين قبل الفجر، هذه الركعتين
لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر. هذه الركعتين لها فضل خير من الدنيا وما فيها. لو يقول لك نجمع لك أموال الدنيا كاملة، هذه الركعتين خير من الدنيا وما فيها، لا تتركها أبدا. لو تركت هذه الركعتين لم تستطع على أن تصلي ركعتين قبل الفجر، تصليها بعد الفجر مباشرة يصح، أو بعد طلوع الشمس. لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر. ولها قراءة خاصة، خليك معي يا أخي، لها قراءة خاصة. نعم، يسم فيها أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم ركعتين قبل الظهر أو أربع ركعات، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. كذلك ما يتعلق بصلاة الوتر، أقل الوتر ركعة، هذا أقل الوتر، أقل شيء، أقل الكمال ثلاث ركعات، وأكثر وتر الوتر 11 ركعة. الإمام أحمد رحمه الله يقول من ترك الوتر، من ترك الوتر ركعة أي ركعة، من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة. امرؤ سوء لا تقبل له. الوتر ركعة واحدة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر. فنحافظ على الوتر، تستطيع بعد صلاة العشاء مجرد ما تسلم من صلاة العشاء تقوم وتصلي الوتر والحمد لله ركعة سهلة جدا. أي والله، قيام الليل دأب الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك ما يتعلق ببر الوالدين. الآن أنت مثلا في هذه البلاد لديك والدين في بلادك وأقرباء، هل تستطيع أن تتصل عليهم في كل يوم؟ يلزمك هذا أو لا يلزمك؟ يعني يسأل بعض. نقول هذا يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع، يعني من العادة، جرت العادة، يقول مثلا عندي أن الوالدة تريد أن أتصل عليها في كل أسبوع فأتصل عليها في كل أسبوع، يقول ولا أقدر أن أتصل على كل الأقارب لأن هذا يكلفني، وأيضا هم يعني قد يتضجروا من اتصالي في كل أسبوع وكذا. فماذا يصنع هذا الأخ؟ هذا يتصل على أمه ويقول اسمعي أريد أن تبلغي تحياتي وأشواقي وسلامي إلى الأقرباء القريب والبعيد. فوالدته حفظها الله تقول ابني فلان يسلم عليكم ويسأل عنكم، يقول جزاه الله خير، والله واصل، لكن يعرف هو أنه إذا حصل موت أو زواج لابد من اتصال أو إرسال رسالة SMS مثلا. فهذه هي الصلة عن بعد يعني الآن. نعم، بر الوالدين وصلة الأرحام، وكذلك الإحسان إلى الخلق. الإحسان أخذنا، الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. إحسان في تعامل مع الخلق، ذكرنا ما يتعلق بحسن الخلق. يبقى مسألة في حسن الخلق ذكرها العلماء. يقول بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يفعل شيء مع أعداء الدين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى عليهم بهذا، فكيف وهو عليه الصلاة والسلام صنع أمور أكثر من هذا؟ كان خلق القرآن عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا أمور ذكرت لنا في الشريعة، مثال الآن يا أخواننا كيف نعرف هذه الأمور؟ قراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لابد أن تقدم على محبة الولد والوالد وعلى كل مخلوق. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟
تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل تتعلم وتعمل وتدعو إليها وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله والله أعلم يعني ما شيء مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.